تاني بتكلم عن شم النسيم. والشم النسيم is Egypt's oldest festival، يعني واحد من الاحتفالات المصرية القديمة اللي هو شم النسيم. It comes the day after Coptic Easter، بيجي طبعا بعد الميلاد أو الأعياد القبطية. شم النسيم is in the spring، شم النسيم ده بيكون في فصل in the spring، في فصل الربيع. The Egyptians celebrate شم النسيم، المصريين بيحتفلوا بشم النسيم ده. People eat colored eggs، الناس بتاكل البيض الملون. And فسيخ، وكمان الفسيخ. People go outside in the open air، الناس بتخرج طبعا في الهواء اللي هي في الباركس والجاردنز. And have picnics، وبيتفسحوا. I like شم النسيم، أنا بحب شم النسيم. Because I can have fun، لأني بقدر أستمتع. And enjoy my time، وبستمتع بوقتي. ده بالنسبة للباراجراف الخاص بشم النسيم. تحت طبعا مطلوب مني بيقول لي فكر لي في أي مناسبة تانية واتكلم عنها، ولكن تعالى هنا خد لي الجمل المهمة الخاصة بشم النسيم زي الجمل دي برضو، يعني أقدر أزودها في كتابة جمل خاصة بالباراجراف اللي بيتكلم عن شم النسيم. آه أقدر أقول we play in the park، we play in the park بنلعب في الحديقة. we dye eggs بنسبخ أو بنلون البيض in different colors بألوان مختلفة، in different colors بألوان مختلفة. we have a big picnic ينفع يا سارة أقول at وي بامت؟ نعم ينفع يا سارة أقول وي بامت الإكس ولا لأ؟ ممكن اقول color و paint و dye، اهم color و paint و dye، اي فعل في الثلاثة ما فيش مشكلة. we have a big picnic at gardens، معناها بنتفسح بنشم هوا في الجاردن في الحديقة. we eat salted fish، وسالتد فيش هنا بتساوي كلمة فسيخ الأسماك اللي هو كاتبها المعلقة. لي هنا في القطعة، يبقى salted fish اللي هو الفسيخ. تمام. and طب ما onions، الرنجة يصير أسماك مولحة. and onions وكمان البصل. تمام، ده بالنسبة لشم النسيم. تعالوا نشوف مع بعض ونركز شوية في جزئية الماتش ده. هي نمبر 1 بيقول لي فيها هو سيليبريتس شم النسيم، مين اللي بيحتفل بشم النسيم؟ هو سيليبريتس، مين اللي بيحتفل بشم النسيم؟ اقول له اتس، لا ايجيبشن سيليبريت شم النسيم. يبقى هقول له هنا ايجيبشن المصريين سيليبريت شم النسيم، من مين اللي نسيم بيحتفل؟ المصريين. الإيجيبشن. نمبر 2، وين الشم النسيم؟ متى، امتى بيكون شم النسيم؟ When is شم النسيم؟ دي When is، It's about the start of the spring. بقول when، امتى بيكون شم النسيم؟ طبعا هنا اقول it's the It's start the of start of spring، the spring. it's the start of spring، هو بداية الربيع. Number 3، what do people do during festival of شم النسيم؟ الناس بيعملوا ايه اثناء الاحتفال بشم النسيم؟ They secret egg make a big decorate eggs، decorate بيلونوا egg او and make بيغينوا البيض. and make can visit park to and visit parks to celebrate، اللي هي الإجابة سي، celebrate. الإجابة سي. إنما لما أقول fast during the day، ده في رمضان مش في شم النسيم. تمام، يبقى تاني إجابة السؤال ده مرة تانية، هو سيليبريت شم النسيم، هقول له بي اللي هي ايجيبشن. نمبر 2، وين از شم النسيم، هقول له اتس ذا ستارت اوف سبرينج، بداية فصل الربيع. وات دو بيبل دو، الناس بيعملوا ايه للاحتفال بشم النسيم؟ هقول دي ديكوريت اكس وميك ا بيج بيكنيك اند فيزيت باركس تو سيليبريت. النقطة الأولى، عيد الفطر is a Muslim. اي 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 ايه؟ اي اي مانس. مانس من الأشهر العربية.
فيستيفال 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 فيستيفال. عيد فيستيفال. الفطر is a Muslim festival، احتفال إسلامي. نمبر تو، we celebrate، بنحتفل. شم النسيم in our spring. We paint and decorate، بنلون وبنزين الإجز. We go to the and see a lot of beautiful flowers. Barks. بنروح الباركس. The Muslims، المسلمين. During the day. Fast. Fast. Fast طبعا لما أقول during the day أثناء النهار fast بيصوموا. Fast. كمل. شم النسيم is celebrated by Egyptians، بيحتفل به من قبل المصريين. It's a festival، هو عبارة عن احتفال أو مهرجان. That celebrates the start of spring. The start of spring، بداية spring. فصل الربيع. We eat cold فسيخ. Salt fish. Salted fish. Salted fish. Salted fish. No. Salted fish. During شم النسيم. We go to the parks with our families, our families to have a big picnic. تمام، بكمل بيت الاكسرسايز معايا في الواجب. اخرنا بيج 80، اخرنا 80. تمام تمام يا سيدي. باي 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 يا سيدي. باي 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 يا سيدي.